ما كيفية مسح الأذن في الوضوء، هل يجب علي أخذ ماء جديد أو كيفية استنشاق برضو في الوضوء؟ أما مسح الأذنين أثناء الوضوء فلا يجب، ومن ثم فلا يجب ماء جديد أو غير جديد، فالخبر في ذلك غير ثابت. مسح الأذنان من الرأس خبر لا يصح، وإن سلمنا بصحته فالرأس عند جماهير العلماء لا يجب مسحها كلها، إنما بعضها يجزئ. على أي حال فحديث الأذنان من الرأس ضعيف من كل طرقه.